عايز اسمع منك آية يكون فيها خشوع. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات ثيبات وأبكارا. الله. اسمع منك. وترى الجبال تحسبها جامدة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله. الله. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله. قل هو الله أحد الله الصمد
محمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا.